موعدكم يتجدد مع المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته العشرين، دورة خمسينية اتحاد إذاعات الدول العربية، من 27 إلى 30 من شهر جوان يونيو 2019 بمدينة الثقافة تونس. المهرجان مناسبة سنوية تجمع المبدعين والإعلاميين والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. من أبرز فعالياته مسابقات إذاعية وتلفزيونية، سوق البرامج ومعرض تكنولوجي، ندوات وورشات، حضور متميز لأشهر نجوم الفن والأثير والشاشة والسينما العربية. المهرجان يقام بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسيتين وبشراكة مع مؤسسة عربسات. www.asbofestival.com